كله اتظبط. استاذ محمد سانكافول هيغني. هيبتدي ولا هنلغي؟ محتوى جذاب بيخليك تعجب بصانع هذا المحتوى. سيب اللي في ايدك بقى خالص وركز معايا. المراجعه النهائيه مع هادي بسيوني. ممتن جدا جدا للبرنامج ده والجمهور البرنامج ده محدش اعترض على اللي انت قلته. انتوا بقى خدتوا بالكم الضحكه دي؟ ضحكت عبلة كامل بس بطريقه مختلفه بطريقته هو. طب لو البنت دي منى زكي اللي فاتت دي واللي واقف جنبه احمد عز، محتار هي ضحكت لمين؟ ضحكت لي انا ولا هو؟ ده هيدخل في المنطقه، ده خط احمر يا جماعه، لازم تسكت فتره كده. يا واد يا دقيق، المره الجايه دي اللي هعيط فيها بقى. رواية الغواص عن الإمام محمد أبي حامد الغزالي، من أشهر الأئمة المجددين في تاريخ العالم الإسلامي كله. رسائل كتبها هو بيعيش مع مراته وعياله إزاي، كله خيال المؤلفة. أنا يهمني كانت علاقته بالغزالي، العلاقة دي مبنية على إيه؟ نقطة مهمة جدا، هو النفس. إذا كان الأسد بيتروض، إيه علاقة دي بقى بالإمام الغزالي؟ كلمات الغزالي. تمكن الغزالي من الدنيا، تمكن الغزالي من الأرض كلها، لحظة لقى نفسه لا يستحق هذه المكانة، فجأة يروح متكلم عن نفسه. وكنت أنا في الموقف ده قبل كده، مرضيتش أقول إنها حقيقة ولا لأ لحد آخر الغواص. أصعب رواية كتبتها في حياتي. صاحبة الرواية وصاحبة جائزة الشيخ زايد لهذا العام دكتورة ريم بسيوني، وروايتها الأخيرة الغواص. معكم منى الشاذلي، الجمعة العاشرة مساء على أون.